بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الكلمة ما الكلمة بها رفع أقواما وحط آخرين، لها ثقلها في الإسلام، لها خطب عظيم. فبالكلمة ندخل الإسلام ونخرج منه، يفرق بين الحلال والحرام، يقتص من الظالم، يؤمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. بها يعبد الله ويسبح، وبها يجرح الإنسان، وبها يعدل الكريم، وبها تثبت الحقوق وتحقن الدماء، وبها تشتعل الحروب، وبها توقف. أخوتي، لم أشأ أن أتأخر في الكلمة لأن الموضوع غني جدا ومتشعب، وفي الواقع بالإمكان التعرض لموضوع الخط الفاصل بين حرية التعبير والكراهية من عدة جوانب. ولكن إذا أردنا أن نفرق في هذا الخط، تأكيد بأن الخط الفاصل هو عندما تصل إلى الحديث عن الحق وعن الباطل، وعندما تتحدث عن الحقوق وتتحدث عن الكراهية والظلم والنيل من الناس. اليوم استوقفني تعبير جميل جداً، أخي العزيز الدكتور شيخ ميثم السلمان وضع الإعلان في إنستغرام: الكراهية صنيعة من. بتعبير ساخر، أول رد واحد جاء صعب الإجابة، لذلك نحن نعتقد بأن الكراهية صنيعة من اجتمع وقرر وهدم وهجم وحرق وأصدر وحقق ووشى وسجن واستحوذ وميز وانتقم واستغل وشتم وحض على كراهية. كل من فضل التناحر والدم والسحق والسجن وذهب إلى الأسقاط والتسقيط والإبعاد والمنع وشرع الظلم والاستبداد وإنكار الآخرين، كل من شارك في التطهير والتنكيل والاعتقال والتحقيق والحكم وتنفيذ الحكم، كل من سبح لمنبر رسول الله أن يعتلي عليه القردة، قردة هذا الزمان، ويشتمون ويحرضون، كل من سمح لهذا المنبر بأن ينتشر فيه خطاب الكراهية وأن يتم تلويث سمعة الآخرين والتشهير بهم ومضايقتهم والانحياز ضدهم، كل من سمح للمساس بهذا المنبر ونبله وسموه ومكانته وقدسيته، كل من سمى نفسه خطيب وهو ذهب بالخطبة إلى معترك التعصب والشحن الطائفي الذي ليس من هدي الإسلام في شيء ولا من هدي الرسول وآل بيته، كل من توجه إلى القتل، إلى الحرق، إلى الهدم، كل من توجه إلى الاستحواذ والتمكين وسرقة حقوق الآخرين
أماكنهم ومكاناتهم وحقوقهم. كل من ارتضى لنفسه أن يقبل بالظلم ويسكت عنه، كل من تجاوز الدعوة إلى البر وعمل الخير وإلى لم شمل الأمة وحدة الصف ونبذ الكراهية ونبذ الطائفية والفرقة والخلاف، كل من سعى إلى التشرذم والتفرق، كل من سعى إلى أن يبعد طائفة بأكملها من مكانها من حقوقها، كل من يسعى اليوم إلى أن يتقرب أكثر فأكثر إلى القرار وأصحاب القرار وإلى الإهانات بشكل أكثر، إلى الأصوات التي لا نرى منها سوى الكيل بالآخرين والانتقام منهم والسعي إلى إنزالهم من كل ما سعوا إليه من حق ومن عد وديمقراطية وحرية. كيف يمكن أن نصدق بأن الكراهية هي سبب أو شيء نشأ في المجتمع دون أن تحركه الدولة؟ كيف يمكن أن نصدق بأن الكراهية هي لها أسباب غير السلطة؟ هل يمكن أن يكون أحداً متمكناً من سبع صحف، متمكناً من حجب عن طريق الجدران الإلكترونية، من حجب كل المواقع التي تسعى إلى التقريب، تسعى إلى الخير، تسعى إلى نشر الحرية والديمقراطية، ويمكن وسائل أخرى بكافة الطرق، بالصحف، بالحملات، بالمنابر، بالخطبة التحريضية، بالمجالس التشريعية التي ابتعدت عن سن قانون واحد من أجل الناس وابتعدت إلى طريق آخر غير الحكمة والموعظة الحسنة. في الحديث عن الكراهية وخطاب الكراهية علينا أن نفهم بأن الكراهية أدت إلى مجازر، أدت إلى تقاتل، هي السبب في الأحزمة المتفجرة، هي السبب في الهدم الذي حدث للمساجد للكنائس، هي السبب في التفجيرات والتلغيمات التي حدثت لمقامات مقدسة، هي السبب في هذا التشرذم، هي السبب في هذه الجماعات التكفيرية على المستويات المتقدمة التي تعجز عن وقفها دول. كانت في البداية خطبة، كانت في البداية كلمة، ولأن الكلمة ولأن الخطبة ولأن المنبر لم يسعى إلى الخير، لم يسعى إلى الإصلاح، لم يسعى إلى التغيير، لم يسعى إلى كرامة الإنسانية، لم يسعى إلى المبادئ السامية المستقرة في حقوق الإنسان، لم يسعى إلى المبادئ المستقرة في الإسلام، لذلك كان ما كان. وبدون أن نلجأ إلى أكثر من ذلك نحن نقول بأن الدولة التي قامت باستدعاء عشرات من رجال الدين ومسؤولي المآتم والرواديد وكل من كتب وغرد وقال كلمة هي مسؤولة أيضا عن كل من سمحت له بأن يشتم وأن يحرض وأن يفرق ويدعو إلى القتل ويدعو إلى الكراهية، هي مسؤولة عن وقف هؤلاء، هي مسؤولة عن كافة أجهزتها
المعنية بإنفاذ القانون. إنفاذ القانون لا يعني أن تحمي النظام وتحمي الدولة، إنفاذ القانون يعني أن تنتصر للكرامة وللإنسانية ولحقوق الإنسان. إنفاذ القانون يعني أن لا تضر بالسلم العام وأن تحافظ على أمن كل مواطن. مسؤولية الدولة الرئيسية هي الأمن لكل الناس، هي العدل لكل الناس، هي الكرامة لكل الناس، هي المساواة أمام القانون. إذن عندما نصل إلى الدولة التي ترعى حقوق الكل، التي تسمح بالحرية، التي تسمح بالتعبير عن الرأي، التي تسمح بالاعتصام للجميع، لا أن تحارب وتسجن آلاف وتغض النظر عن من رفع السيوف، من رفع الأسلحة البيضاء، من رفع المسدسات، من تمترس وراء الأجهزة المدججة بالسلاح وراء أقنعة. الذي لبس القناع يعرف نفسه بأنه مجرم، بأنه قاتل، بأنه معذب، بأنه مسؤول عن الكراهية، مسؤول عن الظلم، مسؤول عن شيوع الفساد في المجتمع. هذه الأمة لا يمكن أن تسكت إلى ما لا نهاية. هذه الأمة قالت لا للكراهية، وستستمر في أن تقول لا للاستبداد، لا لكل من يكرس الظلم والعدوان، وستسعى للتغيير وهي قادرة. والسلام عليكم ورحمة الله.